سواريز من هنا قولا واحدا، هتعض هنعض، هتشد الفانيلا هنشد اللي نقدر عليه، هنلوش انت مش عندنا، هتشتم هتشتم، هنضرب هنضرب، هتولع هنولع، فعلى ايه؟ من دلوقتي يا سواريز انت متعرفناش. احنا بنتمنى كابتن انوش ان سواريز يكون سامعك دلوقتي، اهو بيتفرج على برنامجنا على طول، لان اكيد انت بعت له نصايح وبعت له رسائل قويه جدا جدا بعد اللي انت قلته، اعتقد ان هو هيراجع نفسه 100 مره في موضوع العض. كابتن دش انا عرفت انه انت عندك خطه مهمه وجهنميه كبيره. عرفت منين يا قمر؟ العصفوره قالت لي. اوكي قول لنا قول لنا انه انت هتعمل هاكينج للسماعات اللي في ودان الحكام الموجودين اثناء الجيم عم بيتلعب. شوفي رزان انا ده يعني صرح عندك في برنامجك ان انا اقوله لاول مره. صرح؟ معلش ما يعطلنيش بقى، يعني هو السؤال هي اللي تسأله. سيبه سيبه، طلعته دي طلعته دي الكاميرا عليه طلعته ده. اولا هو مش بمعنى هاكن قد ما انا عايز اسمع الحكام بيقولوا لبعض ايه. ليه بقى؟ في حكم ضد منتخب معين، في حد قابض، سوري انا اسف بقولها بوضوح، حد قابض، انا هعمل حاجه بسيطه جدا، هعمل هاك من داخل الاستاد نفسه اسمع بيقولوا لبعض ايه. فسوري انا ممكن اضايق البني ادم اللي ما عندوش ضمير واحط له اغاني مهرجانات. بمعنى حضرتك احنا الكوره عندنا في منطقه الجزاء وفي اوف سايد على صلاح، هي مش اوف سايد اساسا، مش اوف سايد، كله قال مش اوف سايد، اوكي؟ فالحكم يقول اوف سايد، قام جاي انا مشغل له اغنيه لا 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 مش اوف سايد، لا لا لا، فهو يحس ان فعلا الحكم اللي بيقول له فما يحسبهاش اوف سايد والكره تمشي.